عامر أبو بكر رئيس مجمع جواهر اللوحة الفلاحة البيولوجية بنويت. حضرنا للمرة الثانية دورة تكوينية في إطار مشروع قطب المعرفة في لنشر المعلومات عن الفلاحة البيولوجية في شمال أفريقيا. في الحقيقة الدورات هذه حضرنا الدورة الأولى كانت خاصة في تكوين المكونين لنشر المعرفة وكيفية اكتساب الخبرة لنشر المعلومة وإيصالها للمتلقي، كانت دورة ناجحة. والدورة الثانية هذه اليوم الدورة الثانية في توزر على الإنتاج وفق النمط البيولوجي. في الحقيقة كنا نكتسب معارف ربما سطحية، اليوم تمكننا باش ناخذ المعلومات يعني الدقيقة والمفصلة اللي تفيدنا في سيرتو في الإنتاج حسب النمط البيولوجي عن طريق أساتذة مختصين. وكانت الدورة التكوينية هامة جدا خاصة في إعطاء المعلومة واكتسابها وتنوعها من المصادر الموثوق بها. أفادتنا طبعا الدورة هذه، خاصة حفزتنا أكثر، أعطتنا دفع باش نبلغ المعلومات هذه وإحنا مرتاحين لأن امتلكنا المعلومة الصحيحة للنجم وواثقين من أنفسنا أنها المعلومة الصحيحة باش نبلغها. في الحقيقة نحب نشكر الفريق الساهر على المشروع هذا، وإن شاء الله إحنا نكونوا نوصلوا المعلومة هذه للمخرطين نتاعنا ولا للمحيط نتاعنا باش نزيدوا في نشر المعرفة هذه للفلاحة البيولوجية. وإن شاء الله نستنوا الدورة الجاية على التسويق والماركتينغ للمنتوجات الفلاحية اللي هي هامة وحلقة مهمة جدا في إطار التكوين. كيف نحب نشكر الزملاء اللي جاوا من كل الجهات الاصعدي، وهذا هدف اخر ومكسب اخر للملتقيات هذه ان نلتقوا بخبرات اخرى ونتبادلوا الشونج بتاع المعرفه والخبرات والتجارب، وهذا رصيد اخر يدفعنا باش نشوفوا التجارب في عده جهات وعده مناطق. شكرا.